بسم الله الرحمن الرحيم. احمد اصياد رئيس مجلس اقليمي للسياحه الشتوكائي 7. لنا شرف كبير اليوم نستقبلوا مكتب الدراسات المكلف باعداد دراسات ديال واحد الزاويه ديال الاقليم اللي فيه 6 الجماعات بشراكه مع شركه التنميه السياحيه الجهويه ومرفوقا بعض الخبراء السياحيين اللي هما كيدرسوا واحد المنطقه اللي غتكون ما بين 3 العمالات، عمله شتوكاي تبا وعمله تيزنيت وعمله تارودنت. وهذه المنطقه ديال شتوكاي تبا غادي ياخذوا فيها 6 الجماعات اللي هما هلاله يضاغونيضيف تنال تيزنتاكوشت وتارقا وتنالت. وان شاء الله متفائلين خير بهاد الدراسات هادو اللي غادي يداروا، اللي هما غادي يكون واحد قيمه مضافه ديال التنميه المجاليه في الاقليم وبالاخص في المنطقه الجبليه، لان المنطقه الجبليه لا تنميه لا مشاريع مدره للدخل الا في القطاع السياحي. وان شاء الله متفائلين خير. وهذا كان سيد العامل ديما تيلح علينا باش الاساس هو تشهير والتعريف والتسويق ديال المنتوجات السياحيه والمجال السياحي ديال الاقليم. وهذه الدراسه ان شاء الله غتعطي واحد القيمه مضافه للاقليم ديالنا اللي هو غادي يكون رائد في الميدان السياحي مستقبلا، سواء على المنطقه الجبليه ولا حتى السهليه. ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للجميع. بدء اود ان اشكر الجريده الالكترونيه ديالكم اللي تفضلت بهذا الاستجواب. كما كتعرفوا المرور ديالنا بهذه المنطقه داخل على هامش واحد المشروع جهوي اللي مكلفه به الشركه الجهويه للتنميه الجهويه ديال السياحه اللي تابعه لجهه سوس مسا. احنا المكتب ديال الدراسات ميور بيرسبكتيف تم اللجوء اليه في اطار ديال هذا المشروع عبر الصفقه العموميه. وحنا عندنا واحد المجموعه ديال الخبراء اللي داخلين في اطار ديال هذا المشروع، وهذه الزياره ديالنا كتدخل في زياره ميدانيه المعاينه ديال جميع الفرقاء النسيج الجمعوي والفاعلين اللي كيعملوا في قطاع ديال السياحه، داخل في اطار ديال الاستشارات الميدانيه اللي كنديروها مع الفاعلين، لان كيف ما كان الحال العمل ديال مكتب الدراسات النجاح ديالو راهين بالمقاربه الميدانيه. فغادي نفتح القوس باش نعرف بهذا المشروع. هذا المشروع هذا دخل في إعادة التهيئة المجالية ديال الأطلس الصغير الجنوبي والغربي، لإعادة التهيئة المجالية ديالو باش تكون واحد الصيغة الإدماج ديالو في السياحة مستقبلا إن شاء الله. فهذا المشروع من نوع كبير لانه كيستهدف واحد العدد ديال المحاور بما فيها الجرد الاجمالي لجميع المقومات السياحيه ديال هذه المنطقه، واللي نرتكز عليها ان شاء الله باش نوضعوا واحد استراتيجيه ديال التسويق على المستوى الدولي. وكذلك هذا المشروع كيهدف باش يخلق واحد المدارات سياحيه اللي تكون عندها قيمه مضافه باش يمكن لها ترتقي للتسويق على المستوى الدولي. وكشق رابع ديال هذا المشروع هو الانتقاء واحد العدد ديال المحطات اللي ربما كتستوجب التهيئه المجاليه الضروريه اللي يمكن لها تساهم بشكل فعال في التنميه السياحيه على مستوى هذه الرقعه الجغرافيه. فما يخفاش عليكم بانه المنطقه بحكم القرب ديالها لاكادير العاصمه ديال الجهه، فهذه المنطقه فيها واحد الزخم ديال واحد المعطيات واحد الموارد سياحيه وطبيعيه هائله اللي احنا بالقراءه الاوليه ديالنا لهذه المنطقه هذه عندها جميع المؤهلات باش ترتقي للتسويق على المستوى الدولي بمنتوجات قائمة الذات اللي يمكن لها تستهدف واحد سوق دولية. فكنتمناو ان هذا المشروع هذا تكون عنده واحد قيمة مضافة على المستوى المحلي. وملاحظة عامة هو انه المقاربة الميدانية اللي حصلنا الشرف ان نديروها مبدئيا، لقينا بانه كان واحد تبارك الله كان واحد الديناميه على المستوى الجهوي، لا من حيث المنتخبين، لا من حيث جمعيه المجتمع المدني، لا من حيث واحد العدد ديال الفاعلين اللي تيبان بانه خص جميع الجهود غير تبلور في واحد النسق اللي يكون ايجابي ويكون كيرتكز على القيمه المضافه من طرف جميع الفاعلين. وكيبان بان الامور ان شاء الله غتكون احسن في احسن القدام. وشكرا.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.